المشكلة التي يعاني منها العراق بأنه اليوم لا يوجد هنالك نشاط كبير ودعم واضح وحافز لأن يكون لدينا حكومة إلكترونية، بمعنى أن الذهاب إلى موضوع الحوكمة التي ذهبت اليوم الكتل الحكومة العراقية لتنفيذ بعض مفاصلها في لتنفيذ هذا المشروع في بعض مفاصل الدولة العراقية هو نقطة إيجابية، وخصوصا في موضوع الجمارك التي هي اليوم قد حققت وثبات نوعية في هذا المجال. ولكن مكافحة الفساد هو يأتي بالدرجة الأولى بأن يكون لدينا إرادة سياسية وقناعة حقيقية واستعداد نفسي من قبل جميع القوى السياسية لكبح جماح هذه الجائحة، وخصوصا بأنه أصبح اليوم الفساد عبارة عن ثقافة وبدأ يتحول إلى منهجية، وربما في المستقبل سيتحول إلى عقيدة ولن يكون هنالك عيب بوجود فساد.